يا هلا بالمتابعين، حياكم الله في يوم ثاني وثالث ورابع. ما شاء الله اليوم ما صورت الا لما خفت الريحة مالت الاساس. خلو اوريكم شنو اللي صار. طبعا صارت عملية المعجون، الفتحات وتسكير الفتحات كلها، تم صبغ الكربان تقريبا بالكامل بالاساس حاليا. هذا اساس ما هو الصبغ الرئيسي للحين، في بعد على ما يخلصون، بس نطرت لان ما قدرت اصور لان الريحه وايد قويه كانت. فهذا الاساس حاليا. يمكن في ناس يقولون ليش ما غطى اللي فوق، قلت له فصحيح من كلامه انه ما حاش. هذا طبعا بيدي لما لمست هذا، للحين في البودره هذه، بس فوق اموره طيبه. شوف شلون محايش ما شاء الله، بين الشكل او وجه الكرفان من الداخل شنو الطريقه اللي راح يطلع فيها. ما شاء الله، هذا طبعا راح يكون مثل ما قلت لكم لون كاسر عن الابيض كله. هني الكوريان هذا موجود الاساسي الرمادي، طبعا مشغل المروحه شوي، خلها ما يخالف، خل تسحب صبغ، خل هذا بس تطلع الريحه. الحين خفت وايد الريحه من الساعه 4 هم تقريبا او 5 خالصين، الحين الساعه 6:30 تقريبا المغرب. الحمام اسكم الله، هذا مغطى لان انا كله جلد، هذا اللي فوق هذا كله جلد، ويتضبط باكر بعد هم من راح يجون ويسوون هم من يتمعجنون الاشياء اللي مثل هذه. يعني شوفوا الاشياء هذه تتمعجن تتضبط، تذكرون الفتحات اللي هني هذه تتمعجن وتتضبط مره ثانيه وتتسنفر، كل اللي راح يتسنفر في خشونه يصير. شوفوا الفتحه اللي هني كانت مكسوره، الباب هذه راح تتضبط وتسنفر. ما شاء الله والله يعيننا على باقي الشغل ان شاء الله. هو الصبغ سهالة وسهل، يعني الصباغ يجيك ويصبغ لك، ياخذ له 3 ايام 4 ايام امورك طيبه. بس الصعب اللي فيه كله اللي هو تأثيث الكرفان، مثل تأثيث البيت بالضبط، يعني متعب مو سهل. اختيارك للاثاث للالوان تناسب، خاصه اللون الابيض الحلو فيه انه تقدر تدخل الوان متعددة يعني تختار فيها، فان شاء الله تضبط باذن الله. حتى الالوان يعني الصوفة هني مثلا صوفة بيت عندي، والكراسي اللي هني الكرسي السايق والكرسي اللي يمه، ان شاء الله يوم السبت اروح اسوي لهم تنجيد، اغير لونهم للون ثاني، نشوف اللون المناسب. الستاير اللي موجودة هني حق الدرايش هذول كلهم، يعني اكسسوارات يحتاج وايد، فالكرفان شوية مطول يعني كثر ما اقدر على الراحة، بس نطلع بنتيجة وايد حلوة عشان لا يكون الوقت هذا كله يروح على الفاضي بصراحة. فبدنا الله ان كمبدئيا الفكرة ناجحة، وتدرون انتوا في اشخاص وايد ما شاء الله غيرت بالكرفان، فهي خطوة جريئة من أي شخص إنك تغير الشغل هذا كله وهو قبل ما في شيء، يعني مو لي خربان ولا شيء، بس إنه تغيير للكرفان وهو وضع بصمة لك وتحببك بالكرفان أكثر. خاصة أنا أستمتع لما أغير شيء بكرفاني، لما نغير مثلا الأرضية، الكرفان قبل غيرت أرضية مثلا، فأستمتع وأحب الكرفان أكثر من اللي هو عليه مثلا جاي من امريكا او على وضعه. فان شاء الله نطلع بنتيجه طيبه. شغل اليوم كل يوم غير، انجاز اليوم قليل، بس حبيت اعطيكم شو اللي قاعد يصير اليوم. طبعا خلصوا الصبغ الاساس، اليوم اللي هو السنفره، تنعيم الاخشاب والتشيك على مثل السوالف هذه، يرد معجنها ويسنفر، يعني ما شاء الله ناعم صار الخشب.
وايد حلو هذا السوالف، هذا المعجون. شوف اشتغلوا هني، استكمل بالحمام بعد اليوم، وهني نعم شغل، هني عدل هذا ما شاء الله، ضبط كم شغلة، بين الصنفرة نعم السقف اللي هني هذا، بس تشوفون شكل كذي بس انه يكون ناعم. ان شاء الله باكر باذن الله المرحلة تقريبا تكون الاخيرة اللي هي الصبغ كامل، يصبغونه وبعدين يصير عندك التشطيب، واذا في ملاحظات وهالسوالف تعدل عقبها. ان شاء الله نطلع بنتيجة حلوة مثل ما اقول لكم كل مرة، بس الله يوفقنا وياكم يا رب، قولوا امين. انا متفائل خير ان شاء الله بهالسالفة او التغيير هذا، ان شاء الله ان شاء الله انه راح يطلع شيء ممتاز يعني باذن الله، شيء غير عن المعتاد عليه او اللي متعودين عليه هني، شيء جديد. تشيك بعد ما يمنع انك هم انت تشيك على شغلك من بعد شغلهم، ديكورات بس نتعب على الديكورات والاكسسوارات يطلع ممتاز. اليوم المرحلة الأخيرة خلاص، الريال شطب شيك على شغله وكل شيء نوريكم، بس قبل لا يصبغ، الحين قبل مرحلة الصبغ. شلون محمد؟ زين؟ متنكر من عشان الكمام، يبي له كمامة. فالحين الوضع جاهز حق الصبغ إن شاء الله، خل أوريكم الشغل شلون الطريقة. طبعا ما شاء الله أساس كذا مرة، السنفرة كذا مرة، المعجون كذا مرة، الحين ينفخ بالهواء يطير الغبار كله، البرادة اللي حف الخشب فيها، وشوفوا النتائج ما شاء الله، شوفوا الباب، شوفوا المكان هني، يعني ما شاء الله شيء صار مرتب وحلو ما شاء الله. الحين خلاص مرحلة الصبغ إن شاء الله، نوريكم. طبعا الصبغ راح يكون ربع لمعة، ما هو نص لمعة، ربع لمعة. ها محمد؟ ربع لمعة. أوب. ما شاء الله شوفوا الشغل ما شاء الله نظيف، شغلهم نظيف وايد نظيف تبارك الرحمن. طبعا يسأل ليش صابغ هذول، انا قايل اصبغهم، احتمال اغيرهم بعدين اخلهم مرة واحدة. صار كله ناعم خلاص، كل الخشب سنفر وتضبط امور طيبة. بس ها اوكي، يلا نشوفك بعد صبغ ان شاء الله، الله يعينه. لانه يلا لأن الريحة قوية،
ما شاء الله يعطيك العافية. ما شاء الله شوف هذا اللون مثل البني او الرمادي محروق، وهني اللون الازرق، بس ان شاء الله راح يبين بعد. نحن توه نبلش صبغ المطبخ ما شاء الله، بس المطبخ هذا اللي قلت لكم عنه لون الكحلي المطفي. نحن طبعا الباقي كله صبغ ابيض ربع لمعه، وهذا يلا خلنا نطلع نقمتنا. يا هلا بالاحباب، طبعا خلصنا الصبغ باذن الله كذي خالص، وما شاء الله النتيجه وايد حلوه. هني خوش لون طلع ويانا، اللون هذا ماشي مع شنو؟ مع اللي هو طبعا ما عليه دحين قاعد ننظف، اللي هو هذا اللون الكوريان، هذا الاصلي ما غيرته، فمشى وياه الصراحه وايد حلو والنتيجه جدا طيبه. بس الحين تنظيف، يعني شوف الطبلون هذا، شوف كل الغبار هذا موجود هنا، كل الغبار اللي هو الصبغ، بس على قولتهم تنظيف والامور طيبه ان شاء الله. شغلنا المكيف، ناخذ شويه براد ونبلش بالتنظيفات على ما يجيب الاكسسوارات الخفيفه حق قبات الكبتات، ستاير. الحين ان شاء الله يعني مال باركي قطعه زوليه راح احطها قدام هناك تحت الغياده، يعني خرتب وكل شوي راح تشوفون النتيجه تتغير وياكم. الله الحين مبين خلاص، مبدئيا مبين. هذا كومار الله يعطي العافية، شوف هذا اللون خوش لون ما شاء الله، صراحة الصبغ شيء مرتب. بس الحين نحتاج نغير الإضاءات، هذول قدم نخليهم على لون واحد LED شيء مرتب ما شاء الله، حلو صار شرح. شوف اللون ما شاء الله، شوف هذا تبي ابين لكم اوضح، يمكن كذي نقلل الاضاءه ولا نزيدها. وهنا راح يكون كذي المطبخ، بس للحين ما رتبنا الشغل يا الربع، وترقبونا بعد الابديت الجاي ان شاء الله لما يركب الكشنات والباركيه والقعده. هنا فكره ان شاء الله بنطلع لنا حلوه، هنا فكره ثانيه ان شاء الله بنضبطها، يعني خلينا نشوف شنو يطلع وياي ونوريكم التعديلات. اليوم ان شاء الله الشغل راح يكون على العوازل الحرارية، عازل حراري راح يكون بالجزء هذا اللي هني اللي هو يم السايق والسايق هني قبل السلايد، التوسيعة هذه قبلها راح يكون هني مسكر بهالطريقة هذه، والجزء هذا راح يكون سجاد او زولية. طبعا قاعد ابطل هالقطعة هذه كانت هناك مبطلة لازقة، فعشان نفك اللي هو الزل القديم هذا، بعدين هذا راح يركب هني عازل الجزء هذا كله خاصة هني بالمنطقة هذه، بعدين باكر ان شاء الله راح يجي شغل الباركيه ويركب الباركيه مع الزولية. يعني راح تكون اول شيء زولية، بعدين ويا بعض متصلين، بعدين الباركيه الجزء الثاني، كل الكرفان راح يكون شيء. طبعا هذا شغل الصباغ ما شاء الله خلص الحين. طبعا الاضاءات تلعب دور كبير بالالوان، فمثل هاي الاضاءة شوف اصفر ابيض، للحين ما غيرتهم، ما دشينا مرحلة الاضاءات ولا ركبنا الاضاءات اللي هني، بس ما شاء الله وايد حلو والنتيجة عجبتني. هذا اللون مثل الترابي اللي هو قريب وايد من اللون اللي هو هذا الكوريان، هذا اللون الأصلي ماله، فأنا حبيت إنه ما أغير وجيس وألعب بالجزء هذا خليه هو الأصلي الوحيد. فطبعا لحن ما نظفنا وسنعنا الأمور، وهني اللون المطفي ربع لمعة،
وهني الابيض ربع لمعه مع الاطار البرونزي هذا ما شاء الله. شوف شالات صار شرح وهذا شيء عرفتوها وايد حلو، وان شاء الله مع الباركيه راح يطلع احلى ان شاء الله. فان شاء الله نخلص ونطلع نلحق مع الشباب. القضبات هذول موجودين، اخذتهم من ايكيا، وايد عندهم انواع حلوه مثلا النوع هذا، في انواع كذا نوع اخذت. النوع هذا صغير، في النوع مثله بس شويه كبير حق الادراج الكبيره هذا شوف، وفي نوع عجبني يعني هذول حق الادراج الصغار. طب تقريبا 45 او 35 اسف، اللي هو طبعا في هذا النوع، هذول الانواع مشكله. طبعا هذا النوع مثل حق الادراج، هذول يصير طقم كامل بروح، وهني اصغر اللي هم هذول، والكبار حق الكبتات الكبار اللي مثل الموجودين وراني يصيرون تحت، وست ادراج هني اثنين، هني راح يركب باب بعدين ان شاء الله، هني تلزون نضبط الامور، او هني تلزون يعني ان شاء الله نرتب الامور. تذكرون الكسر اللي هني وهني، ما شاء الله شغله جدا ممتاز وحلو. شوف ما يبين تبارك الرحمن. وهني الباب هم من نفس الشيء ما شاء الله، ما تدري اي هو الباب الاول اي هو الثاني، لو مضل ما شاء الله على شغله جدا، شغله ممتاز والله يعطيه العافيه. بس هذا الحين نبلش. عن طريق التركيب العازل حلو انه بس تبطل تقص اول شيء على قياسك. هني طبعا في خشبه كذي وتصير عليها زوليه، ان شاء الله راح تبين وياكم الصوره اكثر. لهني هذا كملناه، شوف هنا شلون صار ما شاء الله. هذا عازل حراره اللي يركبونه على السيارات، ممتاز نسبه العزل مالته جيدة حق الحرارة، لأن هني مثل بودي السيارة هني في حديد تحت هذا اللي شفتوه، عشان لا تصير الأرضية حارة فهم من فوقها راح يكون زولية وتكون 100% إن شاء الله. طبعا أنا مسوي الفكرة هذه بس طريقة نوع عازل ثاني كان أسمك ومثل الخام، صراحة تأذيت منه، تحرك لك، كان كنت مركب باركيه رول فيتحرك وياك مثل تشيز فوق، فهذا ممتاز انه ثابت، تركيبه جدا سهل ويتشكل على المكان، بس تحطه وتمشي ويتشكل عليه. يجيك بهالطريقه هذه الرول، هذا حجمه انا الحين كرتون واحد، هذا كرتون، هذا في كرتون ثاني ما راح احتاج، ما شاء الله كافي، هذا كافي وزايد بعد. بس عندي اللي هي القسم هذا لهني، هذا كله هم بشيل هذه زوليه وبحاول احط فوقها اذا قدرت، ما قدرنا خلاص. هاي المهمه الثانيه اللي هي اي ثانيه اي ثالثه اي رابعه مهمات. الحين خلصنا من الباركيه، الزوليه هذه نشيلها اللي هي هذا تبطل براغي، هني الماكينة تبدل بلاكات سهل، هني كل شيء عندك. عاش والله كومان، خل عاونه. ايوه هاك هذا هاك شلبتين، امسك طرف. ايوه السلام عليك، شوي شوي عشان فيبر هذا، تنبيه عازل حط له.
انا ما يحتاج لان بركب عليه زوليه نفسها اللي هني كذي تركب فوقها. لا سهل الامور سهل الحمد لله. ان شاء الله يطلع النتيجة ان شاء الله على هالتعب هذا نبي نتيجة حلوة. عليك انتم لا تدخلون علينا بالتعليقات اعطونا تشجيعات عادي اغير اللون. شفت هذا تبونه شنو وردي اسويه وردي. اليوم شغل الباركيه اليوم ما شاء الله. الباركيه عبارة عن الواح شرايح تركب ببعض. ها؟ هذا باركي بلاستيك. ايه بلاستيك هذا مو الخشب. خشب يشرب ماي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الباركي وخلصنا من تركيبه ما شاء الله. ايش رايكم يا الربع؟ لون راكب ما شاء الله وحلو ما شاء الله. وهذا الباركي وخلصناه. الحلو انه شنو الحين جاي مال الزل مثل ما قلت لكم هناك قدام. هذا الجزء هذا كله زولية مع الكفر هذا هنضبطه ان شاء الله. حطيت النعلات شوف شلون صارت حلوة مرتبة والله. شوفوا شلون وايد مرتب. هذه الفتحات اربع فتحات حق الصوفا بيد راح هي تكون مني. وهنا ان شاء الله الطاولة نشوف لها. طبعا الاسود هذا شوف لصرفة لأنه كان عليه السيليكون آسف البتكس حالة زولية أو شيء كذي صعبين إن شاء الله أذاننا. بس شوفوا ما شاء الله عزكم الله. الحمام يلا عادك. الحمام ما بدلت الباركي ماله مثل ما هو وقريب من اللون ما يحتاج. للحين ما ركبت الليت اللي فوق هذا للحين مشقر ما في نمبة. هني خالص ما شاء الله ما شاء الله حلو والله. استانست انا صراحة ما كنت متوقع بس الحمد لله طلعت النتيجة وايد حلوة. هذا الكشنات بعد شوي من تركب زولية نركب الكشنين هذا السايق واليمة وتشوف يبين كل ما تضيف شيء لون غير راح يطلع الشكل ما شاء الله. هذا هو الكربان بشكل النهائي تبارك الرحمن. ما شاء الله. صدقوني يا الربع صرت يعني احب اني اغير بالكرفان. يعني قبل كنت اخاف احاتي اني اغير الكرفان ولا اجيس شغله ممكن تخترب. لا الحين ممكن اغير كرفانات قدام. بس طبعا ما راح اشتغل بالشغله هذه بس ان القصد انه حتى لو اخذ كرفان ثاني عادي مو عاجبني اللون اغيره اغير الارضيه اغير اللون. يعني من احدى الافكار هذه الكبت هذا شفتوا هذا الكبت اللي فوق السرير طبعا يكون وفي كبت ثاني الادراج اسف اللي هم هذول الادراج شفتوهم هذول كنت بشيلهم انا راح يعطي مساحه كبيره هني. يعني وايد حلوة تصير المساحة إذا شلتهم. بس إحنا كون أغراض ما شاء الله لما نطلع وقت السفر نحتاج الخزانات هذه مخازن عشان تشيل الأغراض. بس لما تستغني عن هذول الكبت راح تطلع شيء يعني هني راح يصير شيء ثاني. هذا المكان السلايد كله راح يطلع شيء ثاني راح يصير سعي والجامة تكبر. يعني هم صح انه على حد الجام
بس الاطار ما يبين. اذا يبين الاطار راح يفرق وياك وايد بالشكل النهائي. شوف تبارك الرحمن، هذا هو الكرفان من برا. يمكن كل التصوير كان من داخل، قليل اللي حطيت لكم برا، فعلى الاقل تشوفونه تاخذون نظره او فكره عن الشغل اللي صار داخل. في شغلات ناقصه مثلا لحد الان، يمكن باكر ان شاء الله الستاير الاماميه، في شغلات ان شاء الله ندش وراح نقول لكم ونسولف عنها. هذا هو الكرفان طبعا فلتوود، قنيع التعريف ما شاء الله ساوث ويند. هذا 2007 بامريكا، هني خلوه 2006، احنا نمشي على الشاصي، الشاصي 2006. ما شاء الله هذا هو الكرفان. سلايدين اللي هو سلايد بالصاله، سلايد غرفه النوم بس. فول بودي بينت، البودي كامل يصير صبغ مو ستيكر او كله مصبوغ كامل مثل السياره. يعني هذا الحلو فيه انه حتى بالشمس اموره باذن الله طيبه، يعني بوليش حاله حال الطراريد والسيائير، يعني سهل. عندي داخل ونشوف. بسم الله، استقبلكم باوندر. باوندر طبعا هذا القطو باوندر، سميته باوندر على كرفاني القديم الفتوود. فهذا باوندر وهذا ساوند ويند. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش رايكم؟ اعطوني رايكم. طبعا التغيير صار لون تغيير جذري بالداخليه كامله، من الخشب الفاتح حيل الى اللون الابيض، مع لمسات اللي هي عندنا المطبخ. المطبخ صار اللون الكحلي المطفي، ربع لمعه هذا عشان سهوله التنظيف. كل الكرفان ربع لمعه مع الابيض، والقضبات لونهم اسود طبعا، منوع بالقضبات مثل الطريقه اللي هني. الشكل هذا، الشكل هذا على الستاير نفس لون اللي هو المطبخ. تنجيد الكشنات هذه مع هذا كاس السايق والصوفة بد، بالإضافة إلى شلت طاولة الطعام الأساسية وحطيت هذه الطاولة. هذه الطاولة تنسحب، الخشب هذه تلاحظون طبقتين تنسحب كذي وتتبطل، تكفي لها 6 أشخاص. تتحرك ما ثبتها بس فيها وزن، فأنا جاي ما تحركت مثل ما هي. هذه حطتها ممكن اني اجدمها شوية كذي وراح تتبطل، يصير حق 6 أشخاص يقعدون مرتاحين. ستاير كلهم من ايكيا، حق اللي حاب او يقول من وين هذول. طبعا اللون هم الازرق الفاتح مع الشيفون هذا، وايد حلو معطي روح بالمكان. كنت مفكر بحط ستاير كلهم كذي، فطبعا عندي دريشتين انا ورا هني، يمكن شوف طوفة اللي هو الجدار مال الكرفان. بس الجامة هذه كبيرة طبعا، هذه الجامة لآخر شيء لهني، تقدر تبطلها هالطريقة، يصير شرحة مثل ما قلت لكم، يعطي روح حق المكان بدال لا كل شيء صلب كذي يصير الستاير. اللون هني خليته ترابي على الرمادي على الأرضية. طبعا الباركيه كله غيرته، هذا تذكرون زولية كان. من الشغلات اللي باقية هني، في شغلة راح احطها مثلا، الشغلة اللي هني هذه راح احط بديل الرخام، لون اسود عروق الابيض ان شاء الله. يعني اذا حياكم الله ضيفوني على الانستغرام والسناب باذن الله، حق كل الشغلات اللي راح اكمل بالشغل فيه ان شاء الله. وهذا هو الكرفان والتغيير اللي تشوفونه. يعني الحمد لله انا يعني ما توقعت الصراحة، اكون صريح وياكم، ما توقعت ان راح اطلع بهالنتيجة هذه. طبعا خليت الجزء هذا اللي هو زولية تحت عازل حرارة وصوت، قسمته طبعا هني من غير ما يعني هذا الطرف الباركي شكله حلو كذي، لانه خلاص صاير وياه، بس احتمال راح احط قطعة الالمنيوم كذي تفصل بين الاثنين عشان اطراف الزولية او السجاد لا يتنتف. الكشن بس نجدت غيرت الالوان على شكل الوكالة، هذا مثل شكل الوكالة، اللهم ضفت عليه
اللوجو الفليتوود والشعار ماله. طبعا هذا القرن من كرفان لكرفان، لازم هذا اساسي بالكرفانات كلها اللي عندي. في شغلات للحين يمكن تلاحظون، مثلا هذه شغله، هذا واير ستلايت راح ادخله داخل، وهنا احط لوحات او ديكور موجود، بس ما مثل ما قلت لكم ما حبيت والله اطول عليكم، قلت اوريكم الكرفان. ومثل ما قلت لكم تتابعونا بالسناب والانستغرام ونستمتع ونغير نضيف الاشياء الباقيه. هذه ستاره وايد حلوه تحجب الشمس، ضوء الشمس، هذه حتى تقدر تسكرهم من هنا وهنا، وحتى الثانيه ما تبي تقدر ترفعها بسهوله، اي احد يرفع لك اياها. ونفس الشيء هنا، وهذا كرسي مستطيل، طبعا تقدر يتحمل عادي الاوزان، تقدر تقعد عليه، اموره طيبه. ممكن لما تطلع الطاوله تحط هذا الكرسي تيبه وتخليه هني، فراح يكون وايد حلو. غرفه النوم لحد الان ما ضفت عليها ديكورات وايد، كنت وايد لاهي بالصاله لحد الان. الليتات، في ليتات يعني مثل هذول هني لين الحين ما ركبت، فقلت ان هذول الليتات ببدلهم ان شاء الله، الاربع ليتات هذول اللي فوق كلهم راح يتبدلون باذن الله. في شغلات يعني هذا من الشغلات اللي راح يتبدل بعد، اضافه للليت اللي هني، الكماليات والاكسسوارات لي قدام شوي شوي على الراحه على ما يصلون طلبيات. اضفت الاضاءه المخفيه تحت المطبخ هني، هذه اضاءه مخفيه، واضاءه مخفيه بالقياده كامله هذه، واضاءه هم موجوده بالسلايد. كل هذا تحكم فيهم عن طريق هذا الريموت بسهوله، تقدر كلهم يا بعض تقلل الاضاءه وتطول على الاضاءه، تطفي السلايد، تطفي القياده، او تطفي الجزء المطبخ. تبي تشبهم كلهم يشبون ويا بعض، تقصر وتطول. هذا الليت على 12 فولت، بس انه تاخذ من اي نقطة من الليتات، انا ما اخذ عندي وايرات ورا، فما اخذ منها نقطة 12 فولت. ان شاء الله انه يعجبكم، اعطوني تعليقاتكم تحت بالكومنتات، ويا ريت انه تنشرون الفيديو حق اي احد يبي يجرب التغيير. ترى سهل بس يبي له طولة بال وصبر مع الشغل، لا تستعيل على الشغل، يعني لا تخلي كل شيء بسرعة. كل ما استعيلت على شغلك كل ما طلعت النتيجة أقل شوية، ما تكون بالصورة اللي أنت تبيها. يعني أنا الحمد لله خلصت بفترة حلوة، بس يعني على الراحة مخليهم يشتغلون، خاصة الصباغ اتعب إنه يكون على الراحة. مثلا من الشغلات اللي أنا استعيلت فيها اللي هي صبغ لي اللي هم الفصالات هذول، فان شاء الله هذا امرهم سهل، ابطل كبت خزانه واشيل الفصالات، اغسلهم بتنر او اي شيء مزيل للصبغ، وراح يرد مثل اللونه وارد اركبهم. هذا من الاستعجال اللي انا صرت فيه، في بعض الملاحظات بس ما تلاحظ الا صاحب الشغله وهو يدقق فيها تلقاه تحسه. بس اي احد يدش عندك راح يعجبه الشغل، كل ما انت صبرت على شغلك، لا تستعيل على شغلك. الاساس ريح الخشب، خله عطى كذا وجه، يعني انه مره مرتين، يوم ثاني لما يمسك الصبغ عدل عليه. وحتى الصبغ يعني لا تستعيل كله بسرعه يلا وجه واحد ومع السلامه، لا، انطر عليه وعشان تاخذ نتيجة وايد ممتازة. بداية خفت انا او كنت متخوف انه يخترب وخلاص ما يتصلح، ما في شيء ما يتصلح، كل شيء يتصلح اذا اخترب. فجربوا، اللي كان متخوف تشجع وروح استمر، لان التغيير مثل ما تشوف جميل، يعني وين قبل وين الحين، شوف الحين شرح يعني تقعد مرتاح. قبل كان شوي اللون يغمت، ما يعطيك الراحة بالقعدة، خاصة
اللون الابيض والازرق الرمادي البني الفاتح يعطيك للمكان شراحة كبيرة واستمتاع بالقعدة لفترات طويلة من غير ما تتعب او تتضايق من المكان. بالنهاية قواكم الله، تابعوني مثل ما قلت لكم بالانستغرام وعلى السناب شات، وقواكم الله لا تنسونا بالتعليقات وشير الفيديو حق اللي يبي يستفيد من تغيير الكرفانات وعالم الكرفانات. معاكم اخوكم محمد الفودري من حساب RV Outdoor. نشوفكم على خير في الحلقات الجاية. مع السلامة.